نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية احتفالية كبرى بمركز شباب قليب إبيار بمركز كفر زياد بمحافظة الغربية. شهدت الاحتفالية تسليم 20 منفذا غذائيا مجهزا بكافة المواد الغذائية إلى جانب تسليم قروض بقيمة 3 ملايين جنيه ل100 أسرة سيتم سداد نصفها على 20 شهرا والباقي دون رد، مع توزيع 1000 كيلو من اللحوم البلدية، وذلك ضمن مبادرة 600,000 باب رزق للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة. احنا بنوزع النهارده مشروعات متناهيه الصغر عباره عن اكشاك لعدد 20 اسره مستفيده، وبنوزع 100 قرض حسن لعدد 100 مستفيد، وبنوزع 1 طن لحمه لعدد 500 اسره. بلغونا بالحاجه اللي حجينا ويرادونا به وسلمونا النهارده اللحمه وقالوا لنا من هنا لحد يوم العيد بكرمنا وبسطنا واخدين بالهم مننا. بشكر سياده الرئيس وسياده المحافظ اللي هو ادانا كشك تبع حياه كريمه. جات لنا لجنه على البيوت وجايه عاوزين صور البطايق وكده، وجايه هنفرقوا لحمه وهنفرقوا كراتين وهنعملوا للناس اللي غلبها كشك وكده.